بص بقى، انا عايز اقول حاجه، تنبيه مهم جدا. الفيديو ده جواه اغاني، فلو انت بتتفرج على الفيديو دوت وانت صايم يعني سيبه بعد الفطار واتفرج عليه، لان الفيديو دوت جواه اغاني. بس انا حذرت اهو، وهحط لكم رابط الفيديو اللي انا اخدت منه البيت، يعني في قناه انا اخدت منها البيت، فهحط لكم رابط الفيديو دوت تتفرجوا يعني لو حبيت تصنعوا البيت يعني. وزي يا جماعه، فيديو جديد وحلقه جديده النهارده معاكم. طبعا يا جماعه السيرفر دوت، انا اتاخرت جدا في الحلقه بتاعته، اتاخرت برده في التنزيل في القناه، بس يعني اوكي. النهارده يا جماعه معانا الحلقه الثانيه من حروب ال طبعا يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو اتمنى ان كل واحد يدوس لايك، عايز اوصل الفيديو ده ل 150 لايك، وقربنا نوصل 2500 مشترك. فيلا يا جماعه شدوا حيلكم واشتركوا في القناه وحطوا لايك يلا. طبعا يا جماعه انا قعدت 4 ايام، ما قعدت وقت يعني ما بنزلش فيديوهات، قعدت 4 ايام عشان ابني البيت اللي قدام اللي هيظهر لكم بعد شويه دوت. فالناس اللي هتيجي تقول لي انت بنيت البيت دوت ازاي او منين، انا استعملت الموارد جبتها من المفتاح بس انا بني البيت دوت مش عشان انا بس لوحدي، انا بنيه عشانكم، عشان البيت دوت انا احط فيه اوضه للمتابعين كامله، او اوضتين او بيتين، لان انا بني كذا اوضه كده في بيت واحد. يعني هعمل لكم اوضه خاصه بيكم وكده. فانا طبعا هوريكم ازاي وانا قاعد ببني البيت، سرعت الفيديو بس حصل لي مشاكل كتير جدا، لان 4 ايام ببني في البيت دوت فوقت كبير برضو، لكن حصل لي مشاكل كتير بقى في التصوير وكابينه وكذا مليون حاجه يعني. فهسيبكم بقى مع الفيديو دوت، وان شاء الله يا جماعه ان شاء الله انا هبدا اركز فعلا على التنزيل يوميا، لان انا اتاخرت جدا جدا جدا. فطبعا يا جماعه البيت انا هوريه لكم دلوقتي اهوت، جاهزين يا جماعه؟ جاهزين انتوا تشوفوا البيت اللي انا قاعد فيه 4 ايام بعمله؟ هو ده، هو دوت البيت يا جماعه، شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ هو البيت بصراحه يا جماعه يعني اخد مني وقت كبير لانه كبير برضو. فسيبكم بقى مع الفيديو يا جماعه تكملوه بقى وتعرفوا انا بنيت البيت ازاي. فيلا مع السلامه.
طبعا يا جماعه احنا كده خلاص نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم دوسوا لايك ومتنسوش تشتركوا في القناه كمان. وخلاص كده اعتقد ان انا عملت اللي عليا، قعدت 4 ايام ببني في البيت دوت، فان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا ترويض ترويض بجد يعني. فيلا مع السلامه. وطبعا يا جماعه ما تنسوش تشوفوا الفيديوين دولت، الفيديو اللي عليه بتاع الحلقه اللي فاتت من السلسله ديت، و ما تنسوش تشوفوا الفيديو التاني برضه، هيكون فيديو عشوائي ما اعرفوش هيبقى بالحظ بقى.